أبو بكر عثمان محمد أحمد، لكن الاسم الشهير العمدة السوداني. أنا والله متواجد أصلاً، أنا أصلاً طبيعة حالي هجان وتاجر في الهجن. فأنا أتيت من دولة الإمارات آخر مرة، وأنا مقيم في دولة الإمارات وعندي عزبة ثابتة في دولة الإمارات وسابق وماخذ عربيات في دولة الإمارات. وجيت يعني تقريباً قبل 4 شهور عشان أمر أشوف كيف حالة الهجن في شرم الشيخ، فوجدت استقبال حافل وأنجزت إنجازات حافلة. ويمكن الآن أنا في ضميري يعني تقريبا في رصيدي في الضمائر في الضمير يمكن أكثر من 15 رمز في شرم الشيخ. التضمير هو أصلا أول حاجة المطية، كل مطية لها سرعة على حسب سنها، وبعدين التضمير يركز أول حاجة على اللياقة الصحية والبدنية، ويركز على العلف يعني كم تعطي من الشعير وكم تعطي من الذرة وكم تعطي من البرسيم. نعم نعم. وانا عندي يعني تحتي عمال يعني ما اقل من 10 أشخاص مدربين على هذا. انا بصحى من النوم الساعه 4 الصبح. نعم. بشتغل من الساعه 4 بيبدا معانا التعليف اللي هو اكل البهايم. 4 من 4 يعني الساعه 5 نحن بنكون خلصنا من الاكل. بعدين الساعه بنصلي الصبح، بعد ما صلينا الصبح عندنا بندرب الفوج الاول، يعني بلف الميدان ميدان شرم الشيخ اللي هو طبعا ميدان الغيم وميدان يعني عليه كل المواصفات. هو بيلف شرم الشيخ 6 كيلو وبيرجع عن ده. الفوج الاول من الصغار، كبار السن اللي هي من يعني من ثاني صريمه ولفوق بيلف اللفتين 12 كيلو. نعم. هذا برنامج ثابت يومي، فبننتهي من اللفتين كلها هنا الساعه 10. بعد الساعه 10 مباشره بنسقي الماء، وبعد ما رجع هنا في الساعه 8 بياخذن برسيم. بعد ما خلاص بشربنا الماء بياخذن راحتنا الساعه 2 بنعشيهن بنعطيهم برسيم. بلف نفس الميدان مشي، وده كان درهمة سرعة العربية العداد 20، سرعة 20 كيلو في الساعة هذا الصبح. وفي المساء مشي خطوة خطوة. نعم. بلف الميدان كامل كله لفة واحدة. نعم. فهذا البرنامج الثابت عندنا، وبعد المساء نعشين وينام. والله يا سعادتك أنا جيت ودخلت شرم الشيخ وحصلت الناس راغبة في الهجن، وهجن أصيلة عندهم، وفي هجن من أصلي موجودة في هذه الدولة، هجن أصيلة جدا بالمناسبة، وفيها هجن صبغ وسبقت معايا، انا اخذت معايا رموز، وهي هجن من دوله مصر واصلها من مصر، والجماعه قايمين عليها كويس. والان الحمد لله يعني هي كبدايه في شرم الشيخ هذه السنه الرابعه، لكن والله نحن لما كنا بدينا يعني 7 سنين ما وصلنا هذا الوصول الجماعه في 4 سنين. والان الناس كلها منتبهه ومجتهده على هذا الشيء، والحمد لله كل ما مشى. طبعا في التوقيت الزمنيه، الستة كيلو لها توقيت زمني، الاربعة كيلو لها توقيت زمني، الثلاثة كيلو الكيلتين لها توقيت زمني. يعني الآن يعني أنا كله يعني صباق بينقص من التيب 5 ثواني وستة ثواني تحت، يعني ماشيين في العدة للتصعيد. طبعا يعني الحمد لله يعني بعد ما أنا درست قليل في الأساس، وبعدين كملت دراستي في يعني في مناطق أخرى، لكن أنا هجان 45 سنة. بعدين أنا نفسي يعني في الإمارات الآن عندي عزبة، وانا يعني عندي انا ماخذ سابق بنفسي، وماخذ عربيات بنفسي، وبايع على السوق بنفسي، وعندي جمال 3-4 جمال انا بايعهم في حول انتاج. فيهن جمل في دوله الامارات الان اسمه الخرطوم، وفيهن جمل في السعوديه اسمه نهاب، وفيهن جمل برضه في السعوديه اسمه الصافي، وفيهن جمل برضه في السعوديه اسمه مخاطر. هذه 4 جمال الان بناتهم في انتاج، لو تجمع انتاجهم ما اكثر من 100 بخ. والله انا بدعو اخواني، هي طبعا اهل سينا هم الهجانه، سينا بكل اهلها بكل يعني اطيافه بكل اهلها، اول حاجه انا احبهم شديد، وهم الله الحمد لله انا اشوفهم كلهم يحبوني. فلذلك انا اوصي اي انسان اذا عاوز يبدا ببدايه حلوه، اول حاجه يمسك الصغار ويروج كويس ويدرب كويس. وحتى انا عندي استعداد كامل لاي واحد من اهلي في منطقه مصر كافه، انا ممكن اجلس معاه 3 ساعات 4 ساعات. وبعدين انا البصاره الوسم الخبره الدلاله كلها مجانية، ما اخذ ولا فيها ريال. اي واحد عنده ناقب عايز وسم بالنار، عايز استشاره، عايز شيء، انا مستعد 24 ساعه لو صحاني من النوم اي ناقب زعلها، لانه بستفيد منها حالتين. اول حاجه بتجمع محبه عند الناس، قال اسعد ما عند الناس يحبك الناس واسعد ما في الدنيا يحبك الله. فانا الطبيعه اللي عشت عليها انا احب الهجن، لو شفت ناقه ضالع ولا ناقه عليها حاجه خطوه وهي مقلوصه انا ما ارضى، حتى ولو ما كانت حقتي.
لان هذه يعني هذه مهنتي وانا عم برزقتي منها وعايش منها، وانا الحمد لله يعني بعد ما شورتنا مع اخواني جيت لقيتهم موجودين هنا، رئيس الاتحاد اخونا حمدان عيد واخونا سلامه وابو ابراهيم لما شورت معاهم هنا قالوا لي حتى اولادك تعال هنا واسكن معانا هنا، والان اولادي في الطور ومسجلين عندي في المدارس، وانا عندي الان عزبتين هنا، عزبه يعني اقيم عليها، عزبه من اخواني الجرايل وعزبه حقتي خاصاني اجمع فيها جمال الناس كلهم، اي واحد ما قادر يعني يجمع جمل عندي جمل عندي جمل عندي واجمعين واجيبين، وكل العزبتين الحمد لله ناجحات وكلهن صابرين.